الرئيس السيسي يؤكد الاستمرار في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالفيوم ويؤكد وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذها. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. تشاور مستمر وتنسيق متبادل بين قيادتي مصر وفلسطين بشأن القضية الفلسطينية. ولا تتوقف اللقاءات التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يوما، وعنوانها العريض مصلحة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل عادل وشامل لها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، والسيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، والسفير ذياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية. وقد رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشددا سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية. We'll be right back.
دور كبير لمصر في حماية القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتربط الشعبين المصري والفلسطيني روابط أخوية وتاريخية تعزز الرغبة المشتركة للتعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين. ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية. لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام 1948. مصر اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية وإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومعترف بها من الأمم المتحدة. ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام أن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة، ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة، ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002. أكدت خلالها مصر ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل، ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية وإجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية، وعدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار. كانت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بشقيق الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوة للمشاركة في قمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحبا سيادته بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري
معربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا. كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لا سيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للرئيس الكيني ويليام روتو لفوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية. أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للرئيس الكيني بكل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير طاجكستان بالقاهرة دراب الدين قاسمي. أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. من جهته أعرب سفير طاجكستان بالقاهرة عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية. أضاف مدبولي خلال زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التنموية تعتبر محور عمل الجمهورية الجديدة. النهاردة اسمحوا لي يمكن يعني أنا عايز بس يعني نسلط الضوء على المشروعات اللي احنا وقفنا عندها أو قمنا بتفقدها، وهتلاقوا كلها حضراتكم مشروعات اللي دايما دي هو محور يعني عمل الجمهورية الجديدة، والكل المشروعات القومية المهمة جدا اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه بالحكومة بالإسراع بتنفيذها ومتابعتها بصورة دائمة. وحد يحرككم كده ناخد كده اللقطة على طول مع بعض. طبعا أول مشروع توقفنا عنده كان تطوير منطقة السوائي، ودي طبعا معلم مهم جدا سياحي في دايما كان في محافظة الفيوم، وهو ده يعني دايما الانطباع عن الفيوم كان دايما واحد من الانطباعات عنها على طول اللقطة بتاعت منطقة السوائي. والحقيقة لما بدأنا التطوير المنطقة دي بالذات حصل يعني نقاش وجدل ان الحكومة داخلة تهدم المنطقة التاريخية وبتغير معالم المكان وحتشيل السوائي القديمة، وبالعكس يعني اعتقد يعني احنا حاولنا نرد من خلال سيادة المحافظ والدولة ان احنا بالعكس داخلين نطور، وهو ده اللي حضراتكم شفتوه النهاردة. واعتقد بعد ما تفقدنا المكان وشفنا ازاي ان السوائي رجعناها بعد ما تعمل لها رفع كفاءة وترميم كامل، رجعت تشتغل زي ما كانت بالظبط، وطورنا المكان بقى بطريقة حضارية كمتنفس لأهالي مدينة الفيوم. وأوضح مدبولي أن المشروع الآخر ضمن توجيهات الرئيس السيسي هو إنشاء 500,000 وحدة سكنية في عواصم المحافظات، والاهتمام بالدخول في المدن القائمة واستغلال الأراضي المتاحة لإقامة وحدات سكنية للشباب والأسر المتوسطة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على أرض الشونة وأرض المحلة بالفيوم تم استغلال جزء من الأرض لإقامة وحدات سكنية لأهالي الفيوم، وسيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة.
انتقلنا بعد كده لمشروع آخر الحقيقة في خانة الرئيس وجه به، وهو إنشاء 500,000 وحدة سكنية في عواصم المحافظات. إحنا الحقيقة المشروع ده يعني أهميته الشديدة إن إحنا طبعا متوسعين في برامج الإسكان المتنوعة، ولكن دايما كان أساسها في المدن الجديدة، فكان دايما عندنا الرغبة بإن إحنا ندخل في جوه المدن القائمة بقدر الإمكان في أي أراضي متاحة نعمل عليها وحدات برضو تكون في متناول الشباب أو الأسر المتوسطة عشان تطرح لأهالي هذه المدن. فالنهاردة يمكن على أرض ما نطلق عليه أرض الشونة وأرض المحلق، ودي كانت أراضي كان زمان مستغلة من محلق الفيوم اللي اتعمل تطوير ليه وابتدى يشتغل بعد كان متوقف لعشرات السنين. استغلينا جزء من الأرض اللي بقى فضيت منه بنعمل عليها مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم إن شاء الله، وزي ما حضراتكم شفتوا مستوى تشطيب الوحدة على مستوى جيد جدا، وإن شاء الله دي بتطرح في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم. وخلال زيارته اليوم لمحافظة الفيوم تابع رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات بالمحافظة استهلها بتفقد أعمال تطوير مدخل المحافظة. أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تحرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي لها. كما تفقد رئيس الوزراء منطقة السواقي لمتابعة أعمال التطوير بها بما يلبي متطلبات التطوير الحضاري للمدينة ويحقق الاستفادة المثلى من خلال مشروعات تدر عائدا اقتصاديا وتوفر فرص عمل للشباب. وأوضح مدبولي أن المشروع يسير بخطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات. كما تابع رئيس مجلس الوزراء أيضا خلال زيارته للفيوم موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتطوير عواصم المحافظات. وأكد مدبولي أن المشروع يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي لحرص الدولة على النهوض بمستوى جودة حياة المواطنين. كذلك تفقد رئيس الوزراء سير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة والتي تضمنت المركز التكنولوجي وعدد من مكونات المجمع الخدمي بالقرية ومدرسة قلهانة وقوافل طبية. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول فانسنت تومتوندري قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملوية بالقاهرة. تناول هذا اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول فينسنت توم نندوي قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملوية بالقاهرة، وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين. عقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية المالوية، تناولت عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول فينسنت توم نندوي على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وملاوي، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الأفريقية. من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وأن ما تم التوصل إليه خلال المباحثات يلبي طموحات الجانبين في زيادة التعاون العسكري المشترك. حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري المالوي بالقاهرة.
في إطار حرص القوة المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. أكد مدير الكلية العسكرية التكنولوجية اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي. ويأتي في مقدمة تلك الجرائم جرائم التهرب الجمركي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة. احترافية وجاهزية أجهزة وزارة الداخلية تسهم في التصدي الفاعل للجرائم المتنوعة، لا سيما جرائم الأموال العامة. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالجيزة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عن الآثار من الخارج دون الحصول على الموافقات ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وإنشائه موقعاً إلكترونياً للترويج لتلك الأجهزة. ونجحت الإدارة في ضبط 25 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وقدر قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بستة ملايين جنيه. وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، سجلت الإدارة نجاحات كبيرة في هذا المجال، فقد تمكنت من ضبط 4 تشكيلات عصابية بالغربية والبحيرة وسوهاج، قام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 17 مليون و300 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، توقفوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها لأصحابها. الإدارة وفي إطار ما تبذله من جهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، شنت حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على هذا النشاط الإجرامي على مستوى الجمهورية، أصفت جهودها عن ضبط 7 قضايا بعدد من المحافظات بحجم تعاملات ومبالغ مالية بلغت قرابة 14 مليون جنيه. وفي مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية والممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادي دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة، كما عثر بحوزته على أكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التزوير. كما نجحت مديرية أمن السويس في ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس استغل موقعه الوظيفي في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من خلال تلقيه مبالغ مالية ضخمة على حسابه الشخصي ويتركها لفترة زمنية ليستفيد من الأرباح المستحقة عليها، ثم يقوم بسحبها وتسليمها للمستفيدين حتى لا يدفع عمولة لهيئة البريد، وبلغ حجم تعاملاته أكثر من مليون جنيه. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 135 طن. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و 177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. اختتمت أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم الاتفاق بشكل نهائي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و2 نوفمبر القادم. أكد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب على أهمية هذه القمة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العرب والعالم العديد من المشكلات. تم الاتفاق نهائيا على عقد القمة العربية في الجزائر في 1 و2 نوفمبر 2022، وبالتالي أتصور أنه لا حديث عن ما قرأناه من احتمالات لتأجيل أو نقل أو غيره. يجب أن القمة دي تكون ناجحة، ويجب أن يصدر عنها قرارات، ويجب أن يلتقي القادة العرب ويتشاورهم ويتفاهمهم. وزي ما قلت لكم في 20 وزير ووزير دولة ووزير خارجية ووزير دولة التقوا اليوم، وكان نقاش يعني نقاش صريح وواضح وفي الكثير من المودة والصراحة. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بجامعة الدول العربية تبنى كافة القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل التطورات الأخيرة. وخلال تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، شدد المالكي على أنه يتبقى بحث آليات تنفيذ هذه القرارات خلال الفترة القادمة. تم تبني كافة مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدون أي تحفظ من قبل أي دولة. كما تعلمون القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير كقضية أساسية مركزية بالنسبة للجامعة العربية والدول الأعضاء. هناك كم كبير من مشاريع القرارات المرتبطة بفلسطين، وهناك تحديث لهذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وبالتالي جئنا على كل هذه التفاصيل، تم اعتمادها بالكامل، ونحن مرتاحون تماما من تلك الموافقة. القضية الآن مرتبطة بكيفية تنفيذ هذه القرارات من جهة، ووضع الآليات المناسبة للعمل على تنفيذها. أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بجهود الأمم المتحدة ودعمها لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان وجنوب السودان. خلال لقائه بمكتبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان نيكولاس هايسم، أكد البرهان حرص الحكومة الانتقالية على استكمال مسيرة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، إلى جانب العمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف ودعم الفترة الانتقالية في جنوب السودان وإنفاذ اتفاقية جوبا بما يحقق السلام والاستقرار. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن مسؤولي المحطة لا يزالون قلقين للغاية بسبب الوضع في محطة زابوريجيا النووية. كان وفد من الوكالة قد زار المحطة يوم الأربعاء الماضي، وقال جروسي أنه تم انتهاك سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عدة مرات، وأن وفدا من الوكالة سيبقى لتقييم الأضرار في المحطة. There are two operational and what
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية قد وضع المحطة وللمرة الثانية على بعد خطوة من كارثة إشعاعية. وألقى زيلينسكي اللوم على تجدد القصف الروسي على المحطة، هذا وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقرير عن الوضع في المحطة. أعلنت الخارجية الروسية أن رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلنطي الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية وأسلحة هجومية فيهما. أوضحت الخارجية أن موسكو قد أكدت سابقا أن تحول فنلندا والسويد إلى خط مواجهة معاد لروسيا سيخلق تحديات إضافية للوضع في شمال أوروبا. كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو قد اعتبرت دائما المنطقة القطبية الشمالية منطقة سلام واستقرار وتعاون بناء، وأبدت رغبتها في السابق في كبح تنامي التوتر العسكري السياسي في هذه المنطقة. وقعت شركة غازبروم الروسية اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات امدادات الغاز الروسي للصين الى اليوان والروبل بدلا من الدولار الامريكي. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم إليكسي ميلر ان السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الاخرى. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة هي من آثار أزمة امتدادات الغاز في أوروبا، وذلك من خلال دفع الزعماء الأوروبيين نحو خطوة وصفها بالانتحارية، وذلك بوقف التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة مع موسكو. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة سعت ومنذ فترة طويلة إلى قطع علاقات الطاقة بين روسيا والقوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا، على الرغم من أن موسكو كانت موردا للطاقة منذ الحقبة السوفيتية. جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلادوفوستوك شرقي روسيا. احتشد الآلاف في عدة مدن بإندونيسيا للضغط على الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود المدعم، وهي الزيادة الأولى منذ 8 سنوات وسط ارتفاع للتضخم. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي يواجه ضغوطا سياسية للسيطرة على تضخم ميزانية لدعم الطاقة إنه يجب رفع أسعار الوقود المدعم بنحو 30% كخيار وحيد لمواجهة الأزمة. كشفت حكومة البرتغال عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو، وذلك لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في التضخم. أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن الإجراءات الجديدة تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% من 13%. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. خلال اجتماع بقصر باكنغهام، الملكة إليزابيث تعين ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا. قام
قال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث عينت ليستراس رئيس لوزراء بريطانيا خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا. وأضاف القصر أن الملكة استقبلت عضوة البرلمان ليستراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة، وقبلت تراس عرض الملكة. ويأتي ذلك في وقت قال فيه قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث قبلت استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء. وخلال مؤتمر صحفي في أول كلمة لها عقب توليها رسميا رئاسة الحكومة البريطانية، أكدت ليستراس أنها ستعمل على تحقيق الازدهار والأمن في بريطانيا، وأضافت أن لديها خطة لتنمية الاقتصاد، مشددة على أنها ستتخذ خطوات لتأمين إمدادات بلادها من الطاقة. أتخذ خطوات هذا الأسبوع للتعامل مع فواتير الطاقة ولأؤمن إمداداتنا من الطاقة، وثالثا سأضمن بأن الشعب يمكن أن يذهب إلى أو يحصل على الرعاية الصحية، وسنضع الأولوية الصحية بكل تأكيد في مقدمة أولياتنا. إذن بالتركيز على الاقتصاد والطاقة والصحة فإننا سننجح كأمة. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ما أنجزته حكومته في ملفات البريكسيت وكورونا وأوكرانيا والاقتصاد لا يمكن إنكاره. وأضاف جونسون في كلمته قبل التوجه إلى قصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث أنهم واجهوا الأزمة الاقتصادية التي تسببت وتسبب فيها بوتين بشجاعة، لافتا إلى أنه سيدعم حكومة ليستراس وفريقها وبرنامجها وأن بلاده سوف تعبر الأزمة. كل من كان منخرطا في هذه الحكومة لأيضا المضي قدما بعجلة الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، قمنا وسوف نقوم دائما بتزويد القوة ومنح القوة الاقتصادية لمساعدة الناس من أجل تخطي هذه الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها حرب بوتين الشرسة غير المبررة ضد أوكرانيا. وأنا أعلم أن هذه الحكومة ستقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتخطى الناس هذه الأزمة، وهذه الدولة سوف تنتصر. تسبب أقوى زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين منذ عام 2017 في مصرع 65 شخصا. ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن ما يقرب من 250 شخصا يعالجون من إصابات جراء الزلزال، بينهم عشرات أصيبوا بجروح خطيرة. شهدت الوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية إقامة قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأجرت قافلة الكشف الطبي مع صرف العلاج ل 127 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أشاد وزير الزراعة سيد القصير بالعلاقات المصرية الإيفوارية، مشيرا إلى الجهود التي تبذل لخلق مناخ مناسب تتحقق فيه المصلحة والتكامل الإفريقي في عدد من الملفات المهمة. وجاء ذلك خلال إلقاء وزير الزراعة بالسيد ألين ريتشارد دانهواوي رئيس مؤتمر التصحر كوب 15 ووزير الغابات والمياه السابق بكوت ديفوار. وبحث القصير معه آفاق التعاون المشترك مع بلاده بصفتها المستضيف لمؤتمر التصحر العام الماضي، ومع مصر بصفتها المستضيف لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. ومن ناحيته أكد المسؤول الإيفواري أهمية التعاون لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والقارة الأفريقية، مضيفا أنه بحث مع وزير الزراعة آفاق التعاون بين البلدين.
تم الانتهاء من تطوير 32 مركز طب أسرة بمراكز وقرى محافظة الإسماعيلية لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية. أكدت مديرة مركز طب أسرة قرية نفيشة بالإسماعيلية دعاء سيد أن المركز يعد أحد مراكز الرعاية الأولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، حيث يقدم الخدمة لأكثر من 10 قرى لخدمة ما يقرب من 24,000 مواطن. بيقدم المركز خدمات طب الأسرة، عيادة الأطفال، عيادات الأسنان، بيقدم خدمات المعمل والأشعة. المركز بيقدم الخدمات الوقائية من التطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال ورعاية الطفل السليم. إدارة رضاء المنتفعين هي إدارة جديدة مستحدثة، هي الغرض منها هي تعظيم قيمة المنتفع، يعني لو في منتفع زي حلقة الوصل كده بين الإدارة وبين المنتفع. الأول كان من المشاكل الأول كانت بتقابل اللي هو الصحة إن ما كانش في حلقة وصل بين المنتفع لو عنده مشكلة أو حد بيعرف يوصل صوته. رضاء المنتفعين هي دي غرضها. بنشكر سيادة الرئيس على خدمة التأمين الشامل، بقى فيها رعاية جامدة والأسنان ممتازة جدا، كل اللي فيها تمام. أنا متابعة أسنان بدري وتابعت فيها من وأنا حامل، بجد بنشكره على الرعاية الجامدة اللي بقت في المستشفيات. بنشكر الرئيس، ربنا يصلح حاله، ربنا يصلح حاله، عملنا مستشفى نظيفة وعملنا نظام وحاجة حلوة. والله الله يصلح حاله ويكفي شر المرض يا رب ويصلح حاله وحال كله يا رب، والحمد لله يعني مرتاحين والحمد لله. تبذل الدولة جهودا كبيرة لدعم قطاع التعليم ومواكبة الأساليب الحديثة، وتأتي في هذا الإطار جامعة بني سويف التكنولوجية التي تعد واحدة من أولى ثلاث جامعات تكنولوجية تم إنشاؤها لإعداد الشباب لسوق العمل. جهود حثيثة تقوم بها الدولة لدعم قطاع التعليم ومواكبة الأساليب الحديثة والتكنولوجية، وفي هذا الإطار تأتي جامعة بني سويف واحدة من أولى ثلاث جامعات تكنولوجية تم إنشاؤها والأولى في الصعيد، والتي تعد امتداداً لمسار طلاب التعليم الفني. تعتبر جامعة بني سويف التكنولوجية إحدى ثلاث جامعات تم إنشاؤها في ودخلت الخدمة في عام 2019 كمرحلة أولى للجامعات التكنولوجية. جاري العمل ومن المخطط أن ينضم سبع جامعات أخرى جديدة في مجال الجامعات التكنولوجية في العام الدراسي الجديد 2022-2023. فجامعة بني سويف تتميز بأنها لها شراكة دولية وفيها تعاون دولي مع كوريا الجنوبية، والجامعة حصلت في الفترة الأخيرة على برامج بها، حصل على الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية من هيئة إيبك الخاصة باعتماد البرامج الهندسية. وطبعا زي ما هو ممكن يبقى معروف أن الاعتماد والجودة الدولية بتساهم في توفير إمكانية للخريج أن هو يكمل دراسته في الخارج أو أن هو يعمل في الخارج. وحصلت الجامعة على اعتماد البرامج من الهيئة المسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد بدولة كوريا الجنوبية، لتصبح بذلك أول جامعة تكنولوجية في مصر والمنطقة تحصل على هذه النوعية من الاعتماد الدولي. أنا طالب في الجامعة التكنولوجية قسم ميكاترونيكس، أنا كنت خريج معهد فن صناعي ودخلت كلية تكنولوجية، لقيت الدولة بتتجه للتكنولوجيا أكتر. أنا لما جيت هنا الجامعة التكنولوجية قدمت فيها لأن أنا شفت فيها مستقبل، شفت أن هي هتقدم لي الحاجة اللي هتوفر لي بعد كده شغل في سوق العمل برا، حاجة جديدة، حاجة مش موجودة كتير، لها مستقبل. هذا وتضم جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها خمسة برامج من أهمها تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الأطراف الصناعية. أنا طالب في الجامعة التكنولوجية، خلصت ثانوية عامة وجيت على الجامعة هنا بسبب دعم الدولة للجامعة هنا، وكانت أول جامعة يعتبر في الصعيد اللي هي تدعم بالشكل ده، دعم فني والتدريب العملي، تدريبات صيفية دايما في الشركات، وإزاي أن أنا هنزل أتدرب في الشركات، سوق العمل إزاي ومتطلباته. وتقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات. ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، نتابعه مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك ريهام، شكرا لك صحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. استقال
استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير سفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، واستعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية. وقال وزير التجارة إن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات، ويتمتع المنتج المصري برواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية. كما أشار الوزير إلى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة وإتاحتها في الأسواق المصرية والعربية. على هامش فعاليات مؤتمر غازتك 2022 في ميلانو بإيطاليا، شارك وزير البترول طارق الملا في اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى تحت عنوان فرصة الغاز في شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا. وأكد وزير البترول أهمية التعاون والعمل المشترك للإسراع بتنمية واستغلال الاحتياطات الغازية بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وذلك بالتعاون والتكامل مع دول المنطقة في إطار المنتدى. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 703 مليارات و711 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10177 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.49%، ليغلق عند مستوى 10329 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2233 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.93%، ليغلق عند مستوى 2276 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3204 نقاط، ليصعد بنسبة 1.77%، ليغلق عند مستوى 3260 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و19 قرشا للشراء و19 جنيه و26 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و5 قروش للشراء و19 جنيه و13 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و21 قرشا للشراء و22 جنيها و31 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1718 دولارا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 950 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1108 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1266 جنيها. وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيها. بدأت المؤشرات الرئيسية التعاملات في وول ستريت على ارتفاع مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال، وذلك لشراء الأسهم المتضررة بعد عمليات بيع في الآونة الأخيرة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح بنسبة 8%، كما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17%، كما امتدت المكاسب لمؤشر ناسداك المجمع الذي ارتفع بنسبة 1.1%. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى ريهام وصحر، إليكما. شكرا دينا. وبهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد الاستمرار في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك.
مدبولي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالفيوم ويؤكد وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذها. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.